بسم الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. قلنا القرآن المهيمن على كل الكتب السماوية، من وظائفه هو إخبارنا بحقيقة الأمور، خاصة فيما يخص تنزيه الخالق لكل المخلوقات. عاد يقول ربي سبح لله، يعني لا شك اللي قاله ربي هذا صحيح، مادام ما كان الكثير من الإنس والجن هم الذين لا يسبحون حقيقة باللسان يسبحون، أما حتى ليسبح في الشعر وهم شر القائلين في كل اللغات، والتاريخ الكل يبين أغلب من قال شعرا هو منافق وهو مهزوز الشخصية وهو يقول الشيء ضده، كما المتنبي عملنا ما نعلم، يمدح إن كان هناك طمع في الممدوح، ثم لم يحصل على ما كان يحلم به ينقلب معنا ذاما له. وأعرف أنت شقاع بينه وبين الولد. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، حتى وقت اللي قبل يقتل معناها واحد قالوا العرش اللي ملازمه ولا خادم له، قالوا لم تكن وقت اللي خذاه مش يفر من اللي مش يحب يفتك به، قالوا ألست أنت قالت الخيل والليل والبيداء تعرفوني، هي قالوا قاتلك الله الحج بكى ورجع باش في بالو برجوعه مش يرد شعره صحيح، مش منها شعر عموما إلا من قال ما يرضي المولى سبحانه وتعالى، ندم على ماضيه الكاذب واللي فيه يمدح مدح، والمدح الذبح يقول النبي عليه الصلاة والسلام، عاد حب يوري اللي كونه شعره صحيح، ولكن بعد ما ذمك وعراك اللي قالك القول هذيك ما قلتش ألست أنت القائل، مش تشوف الشاعر لا استقرار له. عموما يسحر الناس بكلام وتلعب بالأنغام، البيت كذا، البداية كذا، القافية كذا، يلعب على كما تقول كيما الموسيقى، يلعب على طبقات من الأحرف والكلمات ويسحر بها العقول، فالناس من قصر فهمهم وعدم إدراكهم الصحيح يوليو يقلوه عن شعرنا مفلق، هذا ما يقوله إلا إنسان هو في أسفل سافلين بالقيمة اللي يجب يكون عليه الإنسان، سواء كان قيمة عالية وهم المؤمنون حقا ولا قيمة سفلى اللي هم المنافقين، والتي المنزلة بين المنزلتين وهم الكافرون والملحدون، نسأل الله السلامة.